النهاردة هنتكلم عن يحبهم ويحبونا، يعني ربنا بيحب الخلق والخلق بيحب ربنا سبحانه وتعالى. محبة الخلق لله سبحانه وتعالى هي نفس المحبة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها لهم. ربنا لما بيحب العبد بيحبه حب مجرد من كل شيء. يعني ايه حب مجرد من كل شيء؟ يعني تفتكر هو ربنا بيحبك ليه؟ عشان تعبده؟ طب عبادتك هتفيده بايه؟ طب ربنا بيحبك عشان تطيعه؟ طب لو انت عصيته اصلا هتضره بايه؟ ربنا بيحبك لانه خلقك واوجدك، ربنا بيحبك لانك صنعته، ربنا بيحبك لانه احبك. يمكن نعرف الحكمه وممكن ما نعرفهاش، وافعال الله لا تعلل، يعني احنا ما بنسالش ربنا انت بتحبنا ليه، لكن هو سبحانه وتعالى قال لنا كده، قال لنا يحبهم ويحبونه، يعني ربنا بيحب العباد الربانيين. العبد الرباني محبته بتكون خالصة لله سبحانه وتعالى من غير أي غرض، بتظهر في عبادته. الناس مختلفين في الأشكال والألوان، وكمان مختلفين في الحب، حتى في الحب لربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. العبد الرباني شدة الحب اللي جواه لله سبحانه وتعالى إن هو حب خالص من كل غرض، يعني مش حب علشان ربنا يكافئه بحاجة ولا علشان ربنا ما يعاقبوش بحاجة، لا، هو بيحب ربنا لذات ربنا، بيعبد ربنا لأن ربنا يستحق العبادة، وبيحب ربنا لأن ربنا سبحانه وتعالى بيستحق هذه المحبة. الحب علشان يبقى خالص لازم تجرده من كل حاجة. يعني لما واحد يحب واحدة وبعدين الحب ده يبقى مرتبط بإن هي عندها عربية، إن هي عندها قصر، إن هي عندها أي حاجة هو بيحبها، والحاجة دي لما تروح قلبه يتغير علشانها، يبقى ده مش حب وده مش صدق في المحبة. الصدق في المحبة بيكون حب للذات نفسها، حب من غير أي حاجة، حب مش طمع في نعيم ولا حب خوف من عذاب. ولله المثل الأعلى، العباد الربانيين كانوا بيحبوا ربنا هذا الحب الخالص لله، لذات الله سبحانه وتعالى. يعني هو ببساطة بيقول لنفسه لو لم يكن جدلا وافتراضا هناك جنة، هل كان يحب ربنا ولا مش هيحب ربنا؟ يقول أنا هحب ربنا وهعبد ربنا لأني مش طمعان في جنته. مش معنى كده أنه زاهد في الجنة، ولكن هو بيقول أنا عبادتي لله ومحبتي لله مش علشان الجنة، وبفرض أن ربنا أطفأ هذه النار ولن يعذب أحدا في النار، ألن يكون لي عبادة لله سبحانه وتعالى وقلبي مش هيتميلي حب بالله سبحانه وتعالى؟ لا، قلبه هيتميلي حب. العباد الربانيين عباد خلصوا قلبهم من كل شرك. ما هو الشرك درجات، ربنا بيقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. في واحد بيشرك نفسه مع ربنا سبحانه وتعالى في الحب، بيحب ربنا وبيعبد ربنا وبيحب النبي ولكن بيشرك نفسه. في واحد بيشرك ولاده، في واحد بيشرك الجنة، كل واحد بيشرك على حسب ما هو موجود في مرتبة معينة. علشان كده ربنا بيقول وما يؤمن أكثرهم، يعني ربنا أثبت الإيمان، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإيمان العوام يشركون الجنة والنار في عبادتهم لله. علشان كده العبد الرباني نطق بلسانه وقال له يا رب أنا بحبك وهعبدك ليس طمعا في جنتك ولا خوفا من عذابك، يا رب وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هنا العبد الرباني خلص نفسه لربنا وخلص محبته لله. العبد الرباني هنا شايف إنه وقفته بين إيدين ربنا هي أفضل من الجنة وما فيها، بس لما تبقى واقفة مليانة بالأنوار والأسرار فيها اتصال بالله سبحانه وتعالى. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعة في الدنيا أحب إلي من الجنة وما فيها. ركعة تقف تصلي فيها لله أحب إليك من الجنة وما فيها يا رسول الله؟ يقول نعم، لأن محبته لله سبحانه وتعالى غير مرتبطة بالجنة، وعبادته مش مرتبطة بالجنة، عبادته كانت خالصة لله سبحانه وتعالى. العبد الرباني لما بيجي يبص للنعيم ويبص للجحيم ما بيبصش لأن النعيم بذات الجنة، وإنما النعيم بتنعيم الله في الجنة. فربنا ممكن ينعم في الجنة وممكن يعذب في الجنة،
وربنا ممكن ينعم في النار ويعذب في النار، ممكن يعكسهم زي ما عمل مع سيدنا إبراهيم، فكانت النار بردا وسلاما على إبراهيم. المؤمن العبد الرباني بيشوف ربنا سبحانه وتعالى هو الفاعل، بيشوف ربنا هو المحرك، بيشوف ربنا هو المنعم. علشان كده العبد الرباني بيخلص محبته لله سبحانه وتعالى، لأنه شايف النعيم الحقيقي في لقاء الله وفي جوار الله ذاته، وشايف إن العذاب الحقيقي إن هو يحجب عن نور الله ويحجب عن معية الله سبحانه وتعالى. العبد الرباني لما بيتكلم في المحبة وبيدوق محبة ربنا سبحانه وتعالى، بيبقى شايف إن القرب من الله سبحانه وتعالى هو عين النعيم وجنة الجنة، وبيبقى شايف إن البعد عن ربنا سبحانه وتعالى هو عين العذاب. علشان كده بيقف مع قول الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني العبد العادي والإنسان العادي بيبص في النار ويسمع كلمة النار يخاف منها جدا، يخاف إنه يتحرق ويتخيل بقى ألوان العذاب اللي في النار. لكن العبد الرباني أكتر شيء ممكن يخوفه من النار ويخوفه من العذاب هو إن ربنا سبحانه وتعالى يحجبه عنه، فيكون في دايرة المحجوبين. حتى لو كان في الجنة هيحس إنه هو معذب، لأنه نعيمه الحقيقي أن يلتقي بروحه بالله سبحانه وتعالى، ألا يحجب عن الله أبدا، لأنه هذا هو النعيم الحق. فيه مجموعة من الناس ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنهم وأنهم سيعذبون، مش بس بالنار، ربنا سبحانه وتعالى ذكر ألوان من العذاب، وقال: أولئك لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. يعني الناس دي مش بس هيتعذبوا بالنار، لا، ده في عذاب أشد. العذاب الأشد إن ربنا ما يكلمهمش، وده عذاب. عذاب، عذاب إنك تبقى واقف قدام حبيبك وحبيبك ما يكلمكش. ده هنا مش محتاج يكلمك عن النار، بيقولك خلي بالك لو كنت من أهل المحبة وبتحب صح، لو حبيبك ما كلمكش هتتعذب. ولا ينظر إليهم، عدم النظر إليهم يحرقهم ألف ألف حريق أشد من حريق النار. ولا يزكيهم، يعني لا يجعل لهم منزلة زاكية بين الناس. أهل المحبة بيختاروا لقاء ربنا على أي حاجة. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما امتلأ قلبه بحب الله سبحانه وتعالى، خير بين أن تسخر له الدنيا وخزائنها وما فيها وبين لقاء الله، فاختار لقاء الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يفرق معاه لا فقر ولا غنى، وما كانش بيدور على لقاء ربنا لأنه مضطر إلى لقاء الله، ولكن لأنه امتلأ قلبه شوقا وحبا إلى الله، فاختار اللقاء الذي يلقى فيه من يحب، فقال: بل الرفيق الأعلى. بصراحة بتعجب لما بقف قدام قصة سيدنا أبو بكر وحبه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبه كان حب رباني، لأنه أفضل دايما عارف أن العبد الرباني اللي بيحب ربنا وبيعبده لأنه الله الذي يستحق العبادة، دايما لما يحب حد هتكون محبته خالصة مش لأي سبب. بستغرب من موقف سيدنا أبو بكر، هو ليه حريص قوي كده أنه يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو عارف أن الكفار مدبرين للنبي؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. هو عارف أن ربنا سبحانه وتعالى هيحمي سيدنا رسول الله، لكن هو ليه بيخاطر قوي المخاطرة الشديدة دي؟ وبيخاطر بالحب، بيخاطر لأنه بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، مش بيحب النبي علشان النبي هيديله سلطان ولا هيخليه وزير، لا، هو بيحب النبي محبة خالصة صادقة لله سبحانه وتعالى. ولذلك بكى وفرح، بكى فرحا لأنه هيرافق النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده الحب الرباني اللي ممكن يترجم في حياتك مع اللي حواليك ويبقى حب رباني. لو أنت حبيت ربنا محبة ربانية صادقة خالصة لله، هتلاقي نفسك بتحب أبوك وأمك مش عشان سبب، مش عشان لما حد يسألك أنت ليه بتحب باباك أو مامتك
تقول أصل هو عمل لي كذا وعمل لي كذا وعمل لي كذا. أنت لو أحبيت الأب اللي هو ما عملكش حاجة في حياتك، الأب اللي هو بس أب اجتهد في أنه يربيك، دي بقيت محبة ربانية. صاحبك أو زميلك اللي أنت بتحبه علشان مصلحة، دي مش محبة ربانية. لما تحب ربنا محبة ربانية هتلاقي نفسك بتحب الخلق كلهم لا تحبهم إلا لله. هتلاقي نفسك بتحب للناس اللي أنت بتحبه لنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني شوف بقى سواهما دول أي حاجة بعد ربنا وبعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا الحب أيضا أن يحب العبد لا يحبه إلا لله. أنت بتحب صاحبك ليه؟ بتحبه في الله وبتحبه لله، ولا بتحبه علشان حاجة تانية؟ هنا الحب الرباني بيبقى حب منزه، لازم تنزهه، لازم تقف كل شوية وتقول هذه المحبة لماذا؟ سؤال، أنا بحب فلان ليه؟ بحب علان ليه؟ محبتك للي حواليك هتبقى محبة لله. بعد شوية مراتك اللي كبرت في السن مثلا وحاسس إن هي بقت خلاص مفيش حاجة مرغوبة فيها، هتلاقي نفسك بتحبها لله، لأنك ما بتحبش دلوقتي الغرض، أنت بتحب محبة لله خالصة من كل غرض. اسأل نفسك بقى كل شوية، اللي أنت بتحبوهم حواليك بتحبوهم ليه؟ بتحبوهم لله؟ لو كنت بتحب لله فأنت حبك ده حب رباني، وأنت كده على درجة من درجات العباد الربانيين. طيب الحب ده هيعمل معاك إيه في حياتك؟ الحب ده هيختصر لك الطريق. العبد الرباني جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيسأله وبيقول له يا رسول الله متى الساعة؟ فالنبي دهش من السؤال وما ردش عليه، ولكن خده في منطقة تانية وقال له ويحك ما أعددت لها. يعني أنت عملت إيه؟ جهزت صلاة؟ جهزت صوم؟ جهزت إيه من الأعمال؟ العبد الرباني كان نصح شوية فرد على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. يعني أنا بحبك يا رسول الله وبحب ربنا، ما عملتش حاجة للساعة. وعلى فكرة هو ما بيسألش النبي متى الجنة، بيقول له متى الساعة، يعني إمتى هيجي اللقاء بالله يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت مع من أحببت. الحب هو أقصر طريق، خاصة إذا كان حبا خالصا لله سبحانه وتعالى، إذا كان حبا ربانيا مش حب الغرض ولا حب من خوف. ساعتها عبادتك لله هتكون عبادة مليانة بالحب، مليانة بالشوق، مليانة بالخضوع والخشوع، ساعتها هتكون عبد رباني. محبة العبد الرباني لله زي ما قلنا بتبقى محبة خالصة، لكن ربنا بقى لما يحب العبد بينادي على سيدنا جبريل ويقول له يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. سيدنا جبريل يحبه وينادي على أهل الملأ الأعلى من الملائكة ويقول لهم إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، فينادى عليه في السماء الدنيا إن الله يحب فلانا فأحبوه، حتى يوضع له القبول في الأرض. العبد الرباني هتلقى الخلق كلهم بيحبوه. الحب زي ما بنقول إن هو أقصر طريق، الحب هو أعلى مرتبة في عبودية العبد لله. ربنا سبحانه وتعالى لما كلم المؤمنين وقال لهم خلوا بالكم ممكن يحصل استبدال، ما ذكرش حاجة إلا الحب. قال لهم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يعني عايز براحتك تاخد طريق تاني براحتك، لكن ربنا هيعمل إيه؟ من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ربنا عايز اللي بيعبده يكون بيعبده عن حب، بيعبده مش مكره. ده ربنا خير السماوات والأرض قال ائتيا طوعا أو كرها، قال لهم تعالوا طائعين أو ائتوا كارهين. لو ربنا عايز يكرهك على العبادة هيكرهك عليها، لكن ربنا سايبك تيجي بالحب. سيدنا عيسى عليه السلام مر على ثلاث مجموعات، يعني هو معدي شاف ثلاث مجموعات من البشر، كل مجموعة لها فلسفة في عبوديتها لربنا سبحانه وتعالى.
أول مجموعة التقى بها سيدنا عيسى قال لهم أنتوا بتعملوا إيه؟ قالوا نعبد الله خوفا من النار، فقال لهم حق على الله أن يؤمن الخائف. هنا سيدنا عيسى على فكرة بيحببهم في ربنا، بس هم مش واخدين بالهم. المجموعة التانية قابلها سيدنا عيسى وقال لهم ماذا تفعلون؟ بتعملوا إيه؟ قالوا نعبد الله ابتغاء الجنة، يعني إحنا عايزين ندخل الجنة. فسيدنا عيسى قال لهم حق على الله أن يبلغكم ما ترجون، يعني يوصلكم للي انتوا عاوزينه. سيدنا عيسى هنا كان بيقربهم شوية كمان وبيحببهم في ربنا، اللي هو عنده الأمن من العذاب واللي ممكن ينعمهم في الجنة. المجموعة الثالثة التقى بها سيدنا عيسى فسألهم انتوا بتعملوا ايه؟ قالوا نعبد الله حبا في الله. فسيدنا عيسى قال لهم أنتم المقربون، أنتم المقربون، أنتم المقربون. أهل المحبة هم أقرب الناس إلى الله، أهل المحبة جاوزوا كل شيء. لما ربنا يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، القلة بتؤمن بالله سبحانه وتعالى وهي مش مشركة. نزهوا ربنا سبحانه وتعالى في قلوبهم إن هم يعبدوا ربنا لأي سبب من الأسباب، فنزهوا عبادتهم لله عن الخوف من النار، ونزهوا عبادتهم لله عن الطمع في الجنة، نزهوا عبادتهم عن الحسنات والسيئات، نزهوها لله سبحانه وتعالى، وكانت عبادتهم خالصة لله، اللي هي ربنا بيقول فيها ألا لله الدين الخالص. العباد المقربين أهل المحبة بيستعجلوا دايما علشان يوصلوا لرضا ربنا سبحانه وتعالى. شوف سيدنا موسى ربنا بدأ به وقال له واصطنعتك لنفسي، قال له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فكان سيدنا موسى عليه السلام عبدا ربانيا محبوبا من الله، وربنا كمان بيحبه. فلما أحس موسى من قلبه الحب سأل الله أن يرى الله، فقال رب أرني أنظر إليك. فلما لم يستطع موسى عليه السلام أن يرى الله سبحانه وتعالى وعاد موسى مع قومه فوجدهم قد عبدوا العجل، موسى غضب وقال لله سبحانه وتعالى وعجلت إليك رب لترضى. هو شعار كل عبد محب إنه بيعجل إلى الله سبحانه وتعالى ليرضى عنه، يعجل إليه في الصلاة لأنه يحب الله، يعجل إليه في الصيام لأنه يحب الله، يعجل إلى الله في كل تفاصيل حياته ويرى الله بالحب ويعيش مع الله بالحب ويعيش بين خلق الله بالحب لله.